موضوع اليوم هو حقوق الطفل، لأنه لما نتكلم على أنه الطفل لازم يأكل ويشرب ويرقد ويروح للمدرسة، ولكن في نفس الوقت لازم يعرف بأنه حر. لو أنا اخترت سؤال اليوم يقول ما هي واجبات طفلي وكيف أعززها؟ قل لي وأنا نعرفك صديق. أسكو لحقوكم شكاية من عند الأطفال ما ليهم يضربوهم؟ كثيرة. قدروا لي فامي يدوا أولادهم يعيشوا تجربة، يكتشفوا عالم المزرعة وش فيه من حيوانات من نباتات صحية. الرعاية إن صح التعبير لا يمكن أن نضمن بأن العائلة النووية يمكن أن تقول بأن لديها الاستقلالية. والطفلة تقول لك أنا بنتي في جنبي، وين نروح تروح. الآن لينا نخافوا على الطفلة ونخافوا على الولد، وش رانا نشوفوا. سنتناول بنقاش الحقوق المادية للطفل وهل تكفلها كل الأسر.